أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب. أخواني الأعزاء، لفتت نظري هاي المدرسة قبل 3 أيام بيصورون بيها، وقلت أريد أصورها. طبعا أنا ما أريد أقارن بين مدارسهم ومدارسنا، حتى لربما البعض الأخوات أو الأخوان يقول لك أنت تنتقص من عندنا. لا، أنا ما أنتقص، بس أراويكم هذه العام كانت أيضا مصبوغة. العام أيضا هاي المدرسة أيضا صبوها. أنا صورت لكم إياها من الخلف، هسه راح أراويكم إياها من الأمام، يعني تشوفوها من أمام المدرسة. هاي من الخلف المدرسة، هذا الشارع خلي نشوفه، جميل جدا، جميل ونظيف وحلو. هذه زين، هاي المدرسة العام صبغوها، يعني كل سنة المدرسة تنصبغ. كل عام هاي المدرسة تنصبغ، يعني ماكو سنة بين سنة وسنة لا. فيخلون الطالب من يجي للمدرسة ابتدائية، يعني من يجي الطالب صف الأول ابتدائي إلى السادس مثلا أو أكثر، نشوف المدرسة بهالجمالية هذه حقيقة ينبهر، يعني يفرح الطالب من يشوف الأثاث. أنا داخل بالمدرسة مالتهم بأحدى المدارس، داخل المدارس مو تقول مدرسة، والله العظيم كأنما مول ماكو، شلون المول بالضبط، مثل المول، وسائل إيضاح وصبغ وذيك الرحلات الحلوة. هاي شوفوها المدرسة أخوان، هاي من أنا، لأن أنا راح أصوركم إياها من بعيد، لأن عندي شغل لي ورا، يعني أريد أروح أشتري بعض الأغراض، بس قلت لازم أصور المدرسة. يعني شوفوها أخوان أنتم، يعني ما أدري يعني وزارة التربية العراقية ما عندها إمكانية؟ لا عندها إمكانية أكيد، ما أريد أقارن وما أريد أحكي حتى ما يصير زعل، ولا ربما البعض يتصور أو يعتقد بأن إحنا ضد الدولة أو ضد النظام السياسي الجديد. هاي باعوها أخوان المدرسة، راح أصورها من هنا وأرجع، لأن عندي شغل بتلكم. شوفوها أخوان، شوفوا المدرسة، شوفوا الألوان، هذا رصاصي وأبيض وأصفر وجوزي ورصاصي وأخضر وأحمر وأخضر، شوف الألوان الحلوة، الألوان الحلوة شوفوها. يعني إحنا والله مو هذا يحز بالنفس، يعني أنت يحز بنفسك، يعني إحنا والله أغنى منهم، والله العظيم أغنى منهم، وعندنا إمكانيات كلش عالية. وزارة التربية يعني رئاسة مجلس الوزراء مخصصين للتربية كلش هواية، ما نقدر إحنا نصبغ كل سنة مدارسنا؟ ما نقدر نبدل؟ شوف الجام ونظافته. طبعا من كان يصبغوها قبل 3 أيام أنا واقف وشفت شلون يصبغوها العمال، يعني واحد يصبغ الاخ ينظف بالجام، شوفوا بعض، يعني احنا ما نقدر يا جماعه، والله العظيم. يلا على كل، ما يفيد الحكي، لان هاي قناتنا ايضا مشتركين من خواتنا من البحرين ومن الخليج ومن المملكه العربيه السعوديه، وعندنا احدى الاخوات قالت انا من امريكا اتواصل وياكم. يسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. إخواني كتبوا آراءكم واقتراحاتكم، وطونا لايك بالإعجاب ولايك بعدم الإعجاب إذا ما عجبكم، لا تجاملونا، واكتبوا أي شيء تردون تكتبون. هاي هنا بدلات الأعراس، أيضا للأخت اللي سألتنا على بدلات الأعراس، ما شاء الله يعني بدلات جدا راقية وموديلات حديثة أيضا. وهسه ماكو غير أقولكم مع ألف سلامة.